لا شك أن الاحتلال يستهدف القدس بكل مكوناتها، يستهدف المصلين والعباد المسلمين والمسيحيين وكذلك دور العبادة، وهذا استهداف منظم من الاحتلال وما يعني يفعله مع المسلمين والمسيحيين، وفي المقابل الحرية التامة للمستوطنين في تدنيس المقدسات وفي انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك والدخول إليه ومبارسة طقوسهم في كل الأماكن، إنه دليل على هذه الهجمة الشرسة والعدوانية على شعبنا الفلسطيني في أعز بقعة بالنسبة لشعبنا ألا وهي القدس.